فيديو. كان يا مكان يا سادة يا كرام، النهاردة هنحكي حدوتة جديدة من حواديت رمضان. حدوتة ارتبطت بمعاد الفطار في رمضان، وتحديداً سنة 865 هجرياً في عهد السلطان المملوكي خشقدم. وإزاي صوت المدفع بقى مرتبط بالفرحة مش بالخوف، وإزاي بقى يستنى صوت الأطفال قبل الكبار. لما أمر السلطان تجربة مدفع جديد وكان وقت أذان المغرب بالظبط، انطلقت قذيفة المدفع. افتكر الناس إن السلطان تعمد إطلاق المدفع عشان ينبه الصايمين لميعاد الإفطار، وخرج الناس لمقر حكم السلطان عشان يشكروه. ومن هنا قرر السلطان إطلاق المدفع كل يوم لتنبيه الصايمين لميعاد الإفطار، وكمان لتنبيههم لميعاد السحور والإمساك. وفي رواية تانية بتقول إن فكرة مدفع الإفطار بدأت برضو على سبيل الصدفة، ولكن في عهد الخديوي إسماعيل لما اتنين من الحراس كانوا بينظفوا المدفع وتم إطلاق القذيفة بدون قصدهم، فاعتقد الناس إن الحكومة أمرت بإطلاق المدفع لتنبيه الصايمين لميعاد الإفطار. ولما عرفت الحاجة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بالحكاية أصدرت فرمان بإطلاق المدفع لتنبيه الصائمين لميعاد الإفطار والسحور، وكمان في الأعياد الرسمية. ولأن دايماً البداية بتكون من مصر، انتشرت الفكرة لجميع البلدان العربية والإسلامية، بداية من دول الشام في القدس وسوريا، وبعدين للعراق، ثم لدول غرب إفريقيا زي تشاد والنيجر ومالي، وحتى دول شرق أسيا زي إندونيسيا. فضل المدفع جزء من تراثنا في رمضان على مدار سنين، وصوته ارتبط بفرحة كل المصريين لحد ما توقف عن العمل من حوالي 30 سنة. وفي 2021 قررت وزارة السياحة والآثار المصرية ترميم المدفع، ورجع المدفع للعمل مرة تانية مع غروب كل شمس في رمضان. دي كانت حدوتة مدفع الإفطار، ولسه معانا حواديت كتير من حواديت رمضان.